السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في درس اليوم سوف نرى موقع رائع من المواقع التي تبعث رسائل قصيرة مجانية أو SMS مجاني. نذهب إلى هذا الموقع sendmessage.com. نختار هنا الدولة، ثم نكتب رقم الهاتف، ثم نكتب المسج. هنا الكابتشا، يجب علي أن أكتب الكابتشا. أختار كلمة مفهومة قليلا، أختار كلمة مفهومة مثل هذه مثلا. XPE Rose. ثم أضغط Send Message. بهذه الطريقة سوف يذهب مباشرة المسج إلى الهاتف المطلوب، ويكتب Your SMS has been submitted successfully. أرجو أن يكون الشرح مفيد ووفي. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.